أعود مع حضراتكم لخبر نوهت عنه سريعا في مقدمة حلقة النهاردة، وهو تحويل قطر لمصر مليار دولار النهاردة تحت حساب مشاريع استثمارية جديدة. أودع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار لدى البنك المركزي المصري مع اقتراب تنفيذ صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر. وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر اليوم، أن الجهاز السيادي القطري الذي يدير أصول بقيمة 445 مليار دولار ضخ المبلغ فيما لا تزال المناقشات بشأن استحواذ على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية. دكتور محمد أبو نار الخبير الاقتصادي والمصرفي، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور محمد، طبعا يعني نتائج مبشرة لكوب 27 واتفاقيات مع الدول العربية، شفنا النهاردة التحويل دوت، ومبارح شفنا الإعلان تمويل الإمارات لأكبر محطة مزرعة رياح في العالم في مصر، وشفنا كمان مصر والنرويج وهم بيدشنوا قاعدة بدأ إنتاجها بالفعل بالأمس من الهيدروجين الأخضر. يعني أهمية هذه الخطوات بالإضافة طبعا لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي. طبعا يعني خليني أشكر حضرتك طبعا على المقدمة والاستهلال الجميل ده، وأحب أقول لحضرتك طبعا يعني نرحب بقطر في عودتها لي نقدر نقول العلاقات العربية العربية ونقدر نثمن دور الحكومة المصرية في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. خلينا بس نقدر نقول ونلفت نظر للسادة المشاهدين إن مؤتمر المناخ وليس فقط مؤتمر للمناخ، هو مؤتمر لتسويق الصورة المصرية والنظام السياسي والاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. مع تحسن بيئة الاستثمار في مصر بتحسين قوانين الاستثمار وغيره، ومع عودة العلاقات العربية مع قطر من جديد والعلاقات المصرية مع قطر من جديد، طبعا بتسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة. طبعا يمكن الفترة اللي فاتت الصندوق السيادي السعودي وصندوق الأبوظبي السيادي دخلوا وخدوا حصص في بعض الشركات المملوكة للحكومة وبعض الحصص الحكومية في الشركات ذات الملكية المشتركة. زي ايه معلش يا دكتور، يهمني هنا اعرف نوعية الشركات. كان طبعا رئيس الوزراء اعلن عن طرح عدد كبير من الشركات قبل كده، فعايزين نعرف بس نوعية الشركات. هل هي الشركات اللي الجيش اقامها وحققت ارباح وبعد كده اعلنوا عن ان هم هيطرحوها، ولا ايه بالظبط؟ لا لسه الخطة اللي كان اعلنها السيد رئيس الوزراء لسه ما طبقتش فيها، يعني لسه ممكن الدولة بتجهز فكرة الفرص الاستثمارية بتاعتها. ولكن طبعا الفترة اللي فاتت كان لا يخفى طبعا عن السادة المشاهدين كان شركة فوري المدفوعات البنوك، شركة اي فاينانس، ابو قير للأسمدة، مصر للأسمدة، موبيكو، وبعض الشركات الدولة طرحت فيها كان ليها حصص مشتركة كده، فالدولة طرحت فيها جزء للاستثمار الأجنبي الصناديق السيادية الإماراتية والسعودية. كويس خالص. وطبعا يمكن استفادت الدول الخليجية بصورة كبيرة من الحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار البترول، وطبعا مما ساعدها في تحقيق فوائد. كل الكلام ده هم عاوزين لو فرص استثمارية متاحة، فطبعا البيئة المصرية دلوقتي خصبة جدا في الأفاق المستقبلية بتاعتها لتحقيق عوائد مجدية جدا للاستثمارات الخليجية. وطبعا قطر انضمت إلى الصورة بعد عودتها للعلاقات العربية، ويمكن دايما برضو بتحاول تلاقي موطئ قدم في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ويمكن هم حاطين 2.5 مليار دولار كخطوة أولى للاستثمار في مصر. ويمكن الجهاز ده أعلن عنهم الأمير تميم في آخر زيارة لي، صح؟ بالضبط كده يا فندم. ممكن جهاز قطر للاستثمار زي ما حضرتك قلت مشكورا هو حط مليار دولار تحسبا لفرص استثمارية هتتم، وهو قال إن هم هيزودوها ل2.5، وهو الجهاز يعني جهاز قطر للاستثمار ده أصوله 445 مليار دولار، فيعني إحنا أعتقد في السوق المصري فرص جذابة جدا مع ارتفاع العوائد وفي نفس الوقت الفرص. هو دي أصول بيدرها هذا الجهاز، بمعنى بيدرها هذا الأصول إنها بتتحول لرأس مال سائل ممكن يضخه في استثمارات في مصر؟ بالظبط، مش بالكامل يعني. طبعا هو في كل دول العالم هو ده الاستثمار بتاعه اللي بيستثمره. يعني هو النهاردة عنده فوائد يقدر يستثمرها في مصر وفي كل الدول. زي طبعًا الصندوق إحنا بتاع تحيا مصر كده، زي صندوق تحيا مصر اللي هو جديد، صندوق مصر السيادي. صندوق مصر السيادي. طيب. ممكن الصندوق هو ده دايما الدولة لما تكون بتحتفظ بأصول فبتحاول تعظم الأصول من خلال الصناديق. طبعا كل ده بيكون قدامها بتدور على الفرص المتاحة اللي بتعظم بها العائد. طب خلينا نسأل، والسوق المصري مجدي جدا في الحتة دي. أخيرا نقطة مهمة دايما بسألها للخبراء الاقتصاديين، رجال الأعمال القطريين عندهم خبرة كبيرة جدا بالسوق المصري وعندهم قطاعات معينة زي القطاعات المصرفية وغيرها وغيرها،
بيشتغلوا فيها؟ يعني بتشوف حضرتك انه ايه الانشطه اللي هتركز عليها قطر في الاستثمار في الفتره المقبله؟ نقطة حلوة أول اللي حضرتك أثرتها، وهي فكرة إن المستثمرين القطريين والمستثمرين الخليجيين عموما هم أوير كويس جدا وواعيين كويس أو بالسوق المصري، وفي تعظيم لاستثماراتهم. يمكن في البنوك في القطاع الجهاز المصرفي في استثمارات كبيرة جدا قطري وإماراتي وسعودي في قطاع السياحة، في قطاع الاستثمار العقاري، حتى يمكن الساحل الشمالي داخلين في بقوة كل الفرص. أنا تقريبا ما فيش شركات خليجي بتخش في مصر. الاستثمار الزراعي، يعني الزراعة والاستثمار الزراعي والاستثمار الحيواني وكل الكلام ده فيها فرص كتيرة جدا، هم بيدخلين فيها بقوة يعني. تمام. يعني هو زي ما حضرتك قلت، احنا هم بيعظموا العوائد والسوق المصري بالنسبة لهم، يعني فرص واعدة فيه كتير جدا والعوائد فيه كويسة جدا. وانا بدعو من يمكن القناة الجميلة بتاعت حضرتك يعني ذات المشاهدة العالية، انا بدعو كل المستثمرين الخليجي تعالوا استثمروا في مصر، عندنا بيئة خصبة، عندنا نظام سياسي مستقر، عندنا نظام اقتصادي مستقر. احنا بنرفض كل دعوات الهدم وبندعو دايما لدعوات البناء وبنعاوزين نكبر بلدنا. صحيح. ودايما ماشي. يعني معلش كلمة أخيرة، احنا أمة ليها مستقبل بعقول أبنائها وقوة سواعدهم وإرادتنا الحرة، يعني عاملة ببساطة زي الإنسان اللي ماشي في حاله دوت، ما بياخدش مواقف عنترية مع ده ولا مع ده، يقول لك أنا عايز أعمل لبيتي ولعيالي مستقبل كويس. بالظبط كده. طب دكتور محمد، إيه إمكانية تشريف حضرتك لينا في استوديو مساء الخير عشان نتكلم بتفصيل أكتر عن الاقتصاد المصري؟ يا فندم ده أنا يعني أنا ده أتمنى إن أنا أكون مع السادة المشاهدين في أي وقت. شوفوا يناسب حضراتكم إمتى، وده شرف ليا. زمايلنا في يعني أنا بحب القناة عند حضراتكم جدا، وشرف ليا أكون مع حضراتكم في أي وقت. نتكلم على الفرص المتاحة، قوانين الاستثمار، ندعو المستثمرين من خلال يعني هنقول إجراءات الحكومة عملتها إيه بكل حيادية تامة، كل الفرص الاستثمارية، وحتى نلفت نظر الناس إلى الخريطة الاستثمارية اللي مصر حطاها. بالظبط. وهنتكلم كمان عن عوائد اقتصاديه لكوب 27، هسيب حضرتك مع زملائنا الاعزاء هيتفقوا مع حضرتك في الميعاد المناسب لحضرتك تنورنا. انا شاكر شكرا لحضرتك يا فندم، انا اللي شاكر لحضرتك وجودك معايا على التليفون.